عددهم 25 عضوا، 12 منهم نساء، هي تشكيلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير. اللجنة تم تنصيبها في حفل أكد فيه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه اللجان امتداد جهوي ومحلي لعمل المجلس. سريا على المخطط الذي اتخذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استكمال هيكلته في أقرب الأجل الممكنة، وهذه اللجنة الجهوية هي من بين الآليات الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كغيرها من الآليات الجهوية. ستعمل طبعا على القيام بمهام الرصد والحماية والنهوض والإطراء بحقوق الإنسان، وفي علاقة طبعا مع اختصاصات المجلس الوطني على المستوى المركزي. اللجنة الجهوية ستتولى مهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان، وكذا تلقي الشكايات المتعلقة بالادعاءات التي تخص انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الجهة. بالمهام المطلوبة بها هناك مجموعة من الأنشطة والأعمال التي تقوم بها، التي كان يقوم بها المركز فيما قبل، وسنتابعها وسنطورها في انطلاقا من ورقة عمل ستسهر عليها اللجنة في الأسابيع المقبلة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعميمها على المستوى المحلي والجهوي بهذه المنطقة العزيزة. وتعد هذه اللجنة الجهوية التي تم تنصيبها بأكادير 11 ضمن اللجان الجهوية 13 المستكملة للآليات الجهوية للمجلس والخاصة بحماية حقوق الإنسان.